عايشينه عشان تعرفوا. اوعوا ان احنا نبقى ثقتنا مهزوزه في نفسنا، مش فاهمين احنا نمشي ازاي. تعالى في التعليم مثلا، واحد عنده عيل ولا عيلين، ده في ابتدائي وده في اعدادي وده في ثانوي، تلاقي رب الاسره يا عيني غلبان ومسكين وعنده محنه انه بيرجع البيت محرج، انه ما عندوش امكانيه ان هو يوفي طلبات بيته. ومع ذلك رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، الوزير هو اللي عامله الازمه. ازاي؟ هو بيكسب وبيصرف معظم فلوسه، وده الاحصاء اللي موجود، ان معظم دخل رب الاسره المصريه بيصرفه على التعليم. يدفع فلوس خصوصيه، يدفع كتب، يدفع مصروفات دراسه، يخشوا جامعه، يعمل له كورس مش عارف فين، يعمل ايه؟ عارف ايه السبب؟ السبب ان الحكومه عندنا في مصر مخليه مناهج التعليم اضعاف مناهج التعليم اللي بره. يعني انت ابنك لما بتدخله الثانويه العامه الامريكاني ولا الانجليزي بيدرس اقل مناهج، قليله صغيره كده. الله، طب وانت مشيل اللي مش عارف يشيل شيله، مديله مناهج تعليم كبيره عشان يصرف دروس خصوصيه اكتر وملازم اكتر وكتب اكتر. لذلك احنا لو ان احنا بدانا نخفض مناهج التعليم ونقوي المدرس، تلاقي داخل رب الاسره المصريه. شوف بقى انا قلت لكم ايه لغايه دلوقتي؟ ثلاث حاجات: اجره المسكن، نقل الانفاق على التعليم، والحاجه الثالثه ايه؟ ها؟ لا، غير الايجار. الايجار، المساكن والانفاق على التعليم. الطاقه، الشرطه. بالشكل ده ينخفض فعلا، سهل ان الاسره تعيش في مستوى جيد بدون متاع. عشان كده يا اخواني، انا ليه بقول الكلام ده؟ انا خايف عليا وعليكم جدا من ان ثقتنا الداخليه في نفسنا تبقى مهزوزه. نفتكر ان البلد دي بلد غلبانه وفقيره ومضطره تعيش على حس اخرين. ده مش صحيح، مش صحيح. انا كنت بقول للناس، عربيه الفول اللي واقفه بتبيع للناس سندوتش الصبح ياكلوا قبل يروح الشغل، ده الفول ده من 20 سنة بس، من 20 سنة، يمكن من 19 كمان سنة أو 18 سنة، كان الفول في مصر ما بنستوردش فول، كان كله اكتفاء ذاتي. أنت عارف الفول النهاردة مصر بتستورد كام في المية من الفول اللي بتاكله؟ 70%. يعني تلات أرباع الفول اللي الشعب المصري بياكله مستورد. يقوم لازم يطلع لي واحد دلوقتي يقول لي ما نبطلوا بقى الكلام ده. طب هنعمل ايه يعني؟ ما هو الشعب كتر، وزي ما كان مصر مبارك بيقول اعمل لكم ايه؟ انتوا اللي قاعدين تزيدوا، مش عارفين نعمل، مش عارف ايه، بتخلفوا، فهتعمل ايه؟ فتتفاجئ، تفاجئ بالاتي. انا بقول لك عشان تعرف ان لو حد بس بيفهم سياسه، زراعه، صناعه، تعليم، صحه، مفيش مشكلة. تفاجأ بإنه إجماع، مرة ثانية لو سمحتوا، إجماع، مرة ثالثة لو سمحتوا، إجماع. كليات الزراعة في مصر، إن بس منطقة سيناء لوحدها، منطقة سيناء بس، ممكن في خلال، ممكن تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من القمح، من اسف من الفول، ومن العدس، ومن محصول ثالث تختاره مصر، في خلال مده زمنيه سنه واحده فقط. سنه واحده بس تزرع سين. يقول لك اه بس دي محتاجه مشروعات ري. قال لك لا، بالميه اللي فيها، اللي هي بتنزل اما من الامطار او الميه المالحه، لان تربه سينا الملح فيها ما بيطلعش لفوق فما بتطبلش، مش زي الوادي، تقدر ترويها بميه ولوحتها زايده شويه. ايه ده؟ يعني 70% من ثمن سندوتش الفول، من ثمن الفول اللي جوه الشطير اللي جوه العيش، 70% اقدر انتجه من بلدي. اسف، 100%، يعني اوفر 70% استيراد في سنه واحده فقط، ومعاها عدس، تعمل شوربه عدس
عكس سخنه في الشتاء وتعمل خساره وتتكسر ومعاها محصول ثالث تختاره. طب يا جماعه ايه المطلوب علشان سينا؟ قال لك اصل الحقيقه مصر. ده ما قلت كمان احكي لك واحده واحده، انت عايز الفول والقمح والعدس في كلمه واحده؟ طب ثانيه واحده هجيب لك الان على سندوتش الفول، هحطه لك واحط لك معايا كبير وتوم وطماطم واي خدمه وحط شويه فول. خلاص؟ طب ايه السبب بقى؟ اه طبعا انا خايف من فكره انه يقول لك فول تاني كلمنا عن اللحمه. هو 100 حاجة. طب تقول له بقى ليه مش هتزرع سينا؟ يقول لك أصل الحقيقة مصر ما فيهاش بطالة خالص، مش لاقيين ناس يشتغلوا. طب ما تجيب ده يبقى إذا هتحل مشكلة البطالة ومشكلة الغذاء ومشكلة الاستيراد والأمور تبقى في منتهى الجمال. فأنا عايز أقول لكم أوعوا تصدقوا والله يا إخواني، وأنا ماشي على طريق مثلا زي طريق الكريمات أو حتى الطريق الصحراوي البحري اللي طالع على اسكندرية ده، لفت نظري مرة زمان إن الرمل، ولو سمحتوا أنتوا بتسافروا تشوفوا وأنتوا رايحين تصيفوا حتى، تلاقوا إنه الرمل حتة تلاقي الرمل مصفر، حتة تانية تلاقيه محمر، حتة تالتة تلاقيه مسود، صح ولا لأ؟ الكلام ده كله دي مش الوان، مش واحد ماسك لوحه وبيعمل لوحه فنيه، ده دي كنوز، دي ارزاق. تفاجئ بان المانيا من ابحاث الرمل بس اللي بتطلع الحاجات المخلوطه بالرمل الاسود والاحمر والاصفر ده استطاعت تبقى الدوله رقم واحد في العالم في تصدير عدسات النظارات وتكسب منه مبالغ توازي الدخل بتاع مصر بالكامل من الصناعه والزراعه وغيره. من عدسات النظارات من ابحاث الرمل. هتروح للجماعه بتوع كليه العلوم يقول لك انه ابحاث الرمل تذهب ايه بتقارير الى مباحث امن الدوله. ما لها مباحث امن الدوله؟ يقول لك ممكن تمنع احيانا عن طريق بس خريطه البحث العلمي تسجيل ماجستير ودكتوراه، يقول لك ممنوع الموضوعات دي. وليه؟ فاحنا بلد ممنوع علينا حاجات كتير. طاقة الرياح ممنوع، مع إن مصر البلد المثالية رقم واحد على مستوى العالم في طاقة الرياح. أنت ده شغل طب رقم أهو بقول كلام واحد أهو بيشتغل، يعني خسارة كنت عايز أقول بمزاجي شوية إنما زي بعض. هضطر ألتزم المنهج العلمي. طب مصر نمرة واحد على مستوى العالم خريطة الرياح عشان فيها شرق وغرب وعكسي وفوق وتحت وشمال وجنوب. فتعرف طاقة الرياح تستخدمها طول السنة، تعال اشتغل طبق بقى أبحاث طاقة الرياح الرائعة ممنوعة. طب الطاقة الشمسية اللي هي يوليو وأغسطس يعيشوا البلد ينغنوا هنصدر طاقة شمسية. وسهلة ورخيصة رخيصة وسهلة ومفيش متاعب، تلاقي الطاقة الشمسية ممنوعة. الله، يبقى أنا بقى أنا مش بلد فقيرة، ده أنا بلد ممنوعة بس غنية. يعني أنا عندي واحدة ستة اهي، سلام عليكم يا حاجة فلانة، أنا جاي للضيوف بكرة عايز تطبخ. طب ماشي، بس مفيش بوتاجاز، والمية مقطوعة، وما اشتريتش لحمة ولا خضار ولا حاجة. تقدر تقول لها ما أنت خيبانة وست ما تعرفيش تعملي عزومة لشوية لضيفين اتنين تلاتة؟ اديها مكنها. فإحنا اللي إحنا بنطالب بيه كان كده. النهارده بفضل الله يا اخواني، عشان كده انا بقول لكم حتى في اختيار رئيس جمهوريه او برلمان او غيره لازم اللي نختاره يكون خالص الانتماء، ما عندوش عين تانية بيبص بطرف عينه على جهه اخرى يرضيها. ليه؟ لانه طول ما هو خالص الانتماء هتكون النتيجه انه هيشغل كل ده، طاقه الرياح، طاقه الشمس، ويشغل الزراعه، ويشغل الصناعه. البلد انتوا فاكرين بيضحكوا علينا يقولوا لنا الاقتصاد المصري صعب. عارف ايه هو الاقتصاد الصعب؟ الاقتصاد المصري مش صعب. عارف ايه الاقتصاد الصعب؟ الاقتصاد الصعب هو اللي انت تعبت فيه واستنفدت كل الوسائل وعملت كل حاجه وبرضه مش جايب فلوس. انما هنا ده احنا لسه بدري. معظم الحاجات لسه ما طبقناهاش. شويه نكش صغير كده يعملوا دخل للبلد مهول. مهول. ده الزراعة الصحراء الغربية تكفي لزراعة الاكتفاء الذاتي 175
40 سنة قدام، شوية نكش صغير كده وبيضحكوا عليك. وأنا كل ده بكلمه في سياق إن اوعى ثقتك في إن ممكن يتعمل الفتيل تتهز، لأنه عايز الأمريكاني والألماني والإنجليزي يبقى سيد وأنت حاسس قدامه إن ده سيدنا، ما يقدرش يبقى زيهم أبدا. اوعى تبقوا كده يا إخوانا. يقعد يضحك عليك كل يوم يقول لك البورصة خسرت، البورصة خسرت، دول كذابين. كذابين واسألوا، وقطعا في كل حتة في ناس فاهمين بالبورصة. البورصة أنت عارف دي مش خسائر. لا ولا فعل ولا دي مش خسائر أصلا. نسبة تزيد على 95% مش خسائر. دي عبارة عن حاجة اسمها، أنا الأول أشرحها لك. الشركة دي كانت بمليون جنيه، ثمنها مليون جنيه، بكرة بقت بمليون جنيه إلا حاجة بسيطة. إلا مثلا 500، إلا نص مليون، بقت بتسعة مليون، يعني بدل 10 مليون بقت تسعة مليون ونص. ده تقلبات سعر، يوم يقول لك البورصة خسرت نص مليون جنيه، هو مفيش خسائر، ده تقلبات سعر. بكرة زادت السهم اللي كان ب 10 جنيه بقى ب 15 ولا ب 12، يقول لك البورصة كسبت. عارف بمجرد ما البلد دي تنتخب ويبقى فيها حكم من اهل البلد ومدني وتستقر، اليوم التاني مباشرة البورصة هتعلى. الكل ما خسائر ايه؟ كل ده. واسأل اي خبير بورصة، دي مش خسائر حقيقية. انا شفت دي عشان اصل الواحد يسخن دلوقتي هتبقى خبير. دي مش خسائر، انما هو يطلع في التلفزيون وفي الاذاعه يقول لك وقد مؤشر البورصه فحصل خسائر، تقوم تفتكر يا عيني ان مصر خسرت. ده بسبب استمرار الحكم العسكري والقلاقل بيحصل الكلام ده. ولو الحكم المدني تاخير انتخاب رئيس جمهوريه واستقرار اتاخر، البلد هتخرب اقتصاديا، هتنتهي اقتصاديا. لذلك انما بمجرد ما تستقر تقلبات السعر، انما خساره خسائر بقى. بمعنى مثلا انا كنت فاكر كده في الاول، ما انا زيهم، كنت فاكر ان واحد راح نزل سوق الفاكهه والخضار جاب له 100 كيلو برتقال باع منهم مثلا 60 70 والباقي حصل له كساد فخسر. لا ده مش كده، ده فرق سعر مش اكتر من كده. اوعوا يا اخواني تفقدوا ثقتكم في ان كل ان شاء الله بالامكان اشياء كثيره. اكثر من كده، لما كان حسني مبارك، انا ما بتكلمش عن حسني مبارك ابدا دلوقتي، خلاص ما يصح يعني، خلاص هو يحاكم ان شاء الله كل شيء، انما يعني خلاص. انما انا بحكي لك خبر. لما كان بيقعد يقول للناس هعمل لكم ايه، ما انتوا زياده سكانيه زياده سكانيه زياده سكانيه. الزيادة السكانية بيعلموا الطالب في أولى تجارة وأولى اقتصاد وأولى حقوق في علم الاقتصاد إن الزيادة السكانية ممكن تحولها إلى قوة اقتصادية. مش بتستهلك؟ بتستهلك؟ لا، غير قوة بشرية. أنت بتشتري، تقدر تروح للي بيبيع لك، للي بيبيع لك وتشترط عليه اشتراطات هايلة. تقدر العربية اللي ماشية في الشارع تقدر تروح للمصنع تقول له مش هشتريها منك غير لو عملت مصنعك عندي هنا في مصر وشغلت ولادي واشتريت من الحاجة من المنتج المحلي وشغلت عربيات النقل المحلية وعملت المخازن بتاعتك هنا وتصدر لإفريقيا من مواني مصر لأني أقرب للسوق الأفريقية، وتصدر للعرب من مواني مصر وتبيع هنا في مصر.